عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة جمب فورس. حسنا، نصعد الدرج الان، نذهب الى حيث توجد العلامة الحمراء. اصدقائنا، حيث توجد هناك مهمة رئيسية نريد الانتهاء منها. ننزل الى الاسفل الان. هي القائد جلوفر. حسنا، استمر بالتقدم، نذهب إلى القائد جلوفر. من مهام القصة. حسنا، ها هو القائد جلوفر، معنا ناروتو، معنا ترانكس، ومعنا جوجو، ومعنا بيكولو أيضا. قل لنا، تلقينا نداء استغاثة من كوكب النمك، قد قدنا إذا تم رصد فيجيتا هناك. هل هو أبو ترانك صحيح؟ هل والدك هو فيجيتا؟ كانت الفينوم، يجب علينا حشد كل قوات الجنب. نقول أن فيجيتا ليس شخصا سيئا، كان سيئا في الماضي، ولكنه يستحيل أن ينضم إلى كانت الفينوم. حسنا، وصلنا الآن إلى كوكب النمك، وسط الانتقال الآن من ذلك الأندرويد. بكل تولى أمر كانت الفينوم. ترانكس وأنا تعالوا معي مع جوجو. ها هو فيجيتا أصدقائنا، وها هما كائنات الفينوم الغريبة. حسنا، هل سنتعارك مع فيجيتا وهؤلاء الكائنات الفينوم الآن؟ فلنرى أصدقائنا. هل أنت جاهز؟ حسناً، نهاجم. كانت الفينو تهاجم بقسوة يا أصدقائنا. حسناً، قم بالتبديل إلى جوجو. نهاجم بقسوة على كائنات الفينو. تلقى ضرراً كبيراً أصدقائنا من جوجو. حسناً، استخدم الكاميهاميها على كائن الفينو. حسناً، نشحن طاقة جوجو قليلاً. أستخدم الكايوكن أو هجمة النيزك من جوجو. جوجو يتلقى ضربة قوية من كائنات الفينوم. حسنا، نحاول الدفاع. حسنا، استخدم ضرب كايوكن مرة أخرى لضربة النيزك القوية من جوجو. حسنا، يتلقى ضربات قوية أصدقائي كائن الفينوم، نسقطه أرضا. حسنا، نشحن طاقتنا. نستخدم الكايوكن مرة أخرى، وينجح جوجو بإصابتهم أصدقائي بالكيوكن. تلقوا ضررا كبيرا أصدقائنا. ركلات مع لكمات قوية الآن. حسنا، يريد استخدام ضربة سانجي. نجحنا بصدها. حسنا، نهاجم الآن بقسوة من جوجو على كان الفينوم. وانتهت المباراة بفوز جوجو أصدقائنا. ننتصر في هذه المباراة، نكتسب بعض نقاط الخبرة أيضا. فيجيتا، ما الذي حدث لك؟ على ما يبدو فيجيتا أحدهم مسيطر عليك، كما ترون عيناه حمراوتين. إنه لا يستطيع سماع ترانكس أو جوجو. هل سنقاتل فيجيتا الآن؟ فلنرى ماذا سيحدث. يبدو فيجيتا أحدهم يسيطر عليه. حسنا، يبدو الكلام لن ينفع بأي شيء مع فيجيتا. حسنا، ترانكس، فلنكن مستعدين. على ما يبدو سنتقاتل مع فيجيتا الآن. أجل، نتقاتل ضد فيجيتا أصدقائنا. نهاجم بكامل قوتنا. فيجيتا يتلقى ضربات قوية من لاعبنا. حسنا، نستخدم الريد هوك.
لبست الكس حسنا، ثلاثية البرق، ثلاثية البرق مرة أخرى، لبست الكس حسنا، نستخدم حسنا، نهاجم ثانية فيجيتا الآن، تلقى ضربات قوية فيجيتا زقنا، تنتهي المباراة بهزيمة فيجيتا هزيمة ساحقة بدون أن يستطيع لمسنا حتى. كسب 18 نقطة خبرة. أخيرا لقد نجحنا بهزيمة فيجيتا. انظروا إلى هذا، فلنرى ماذا سيحدث الآن مع فيجيتا. هل حقا نجحنا بهزيمته؟ يخرج هذا المكعب الأحمر الغامض، مكعب ظل، لم أرى واحدا قط بمثل هذا المهالة المشؤومة. يا جيمس ماستر، من فضلك أخبر المستكشف أن يسترد المكعب. حسنا، بدأ عملية الاسترداد الآن، يقوم باسترداد المكعب، مكعب الظل. أعتقد أن فيجيتا سيعود إلى وعيه الآن، أنا عينيه بيضاوتان الآن، لقد عاد إلى وعيه أصدقائنا. كاكاروت ترانكس، ماذا يحدث؟ لقد عدت إلى وعيك. سأعد إلى وعيه فيجيتا أصدقائنا، وهكذا تكون انتهت مهمتنا بنجاح. هل يمكنك سماعي أيها القائد؟ فيجيتا كان تحت تأثير مكعب الظل، كنا نعتقد أنه لا يمكن استخدام قوة المكعبات إلا لأغراض شريرة إذا أراد مضيفها ذلك. على سبيل المثال، عندما منح جيمز ماستر الطيب أحد المكعبات، اكتسبت قوة جامب حليفا جديدا بدلا من ذلك. لكن يبدو يمكن استخدام المكعبات بطرق أخرى. في حالتك صيب المكعب الموجود بداخلك بالفعل بالإرادة الخبيثة القوية لشخص آخر، مما منحهم القدرة على التحكم بك رغما عنك. وقد افترضنا أن هناك شخصية أكبر تتحكم في كائنات الفينيوم. حسنا، من فعل هذا بي؟ يقول فيجيتا. ما زلنا نحقق في هذا الأمر في الوقت الحالي. مهلا جميعكم، أريد الاشتراك في أعمال قوات جمب. أريد الانضمام إلى قوات الجمب بورس أصدقائنا فيجيتا. سأعثر على من فعل هذا وأجعله يدفع الثمن. حسنا، فيجيتا يريد الانضمام إلينا. هذه الفتاة تضحك هنا. هذا كل ما في الأمر. اتضح أن ولي عهد كوكب فيجيتا قد حظي ببعض المساعدة. لم يبدو أن هي كانت من تقوم بالسيطرة على فيجيتا. لا نستطيع الفوز بكل شيء. حسنا، فلننسحب حاليا. بيكولو يراقبه من هنا، من بعيد. يقول من هذه المرة؟ حسنا، عدنا لقائد كلوفر. أحسنتم يا الفريق، أصبح كوكب نامك آمنا ثانية، وكان انقاذ فيجيتا أيضا تحول. ベノムズの討伐とコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そして邪魔世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そして、これからは操られた仲間の救出、その 3つが我らの使命となる。 حسنا، عدنا ثانية إلى مكان قاعدة قوات جمب، حيث قائد جلوفرز هناك.
يبدو فيجيتا منزعجا، لقد أصبح جيمز ماستر فعلا جزء من الفريق. يمكن لقوة جنب معرفة الحليف القوي عندما ترى. أعيرون انتباهكم أيها الرفاق، مهمتنا القادمة هي إنقاذ أحد زملائنا الذي سيطر عليه أحد مكعبات الظل. حتى الآن ركزنا كل جهودنا على وسط أمريكا الشمالية، مع ذلك إذا أردنا تجنيد المزيد من الحلفاء الأقوياء كنا سنتمكن أيضا من توسيع نطاق عملياتنا. أنا واثق أنكم ستبذلون قصارى جهدكم من أجل ذلك. هذا ينطبق عليك أيضا جيمز ماستر. حسنا جيمز ماستر يتحدث مع ترانكس. تم رصد كائنات الفينوم، من فضلك اجتمع مع زملائك فورا. لا تزال قوة جنب غير مستعدة للتعامل مع تهديدات كائنات الفينوم. نحن جميعا بحاجة للعمل معا. حسنا أصدقائي، هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة جمب فورس. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.